بحضور السفير البريطاني هيوغو شورتر ومحافظ بيروت زياد شبيب، افتتحت جمعية مارش مركزها الثقافي هنا بيروت، الهادف إلى خلق مساحة فنية جامعة للشباب اللبناني من مختلف الطوائف والمناطق. الشباب كتير هين أنه يطوروا حالهم ويفرجوك قصص أنت ما بتحلم فيها، بس إذا بتعطيهم فرصة وإذا بتوثق فيهم وبتأمن فيهم. شغلنا نحن بلش بطرابلس ب2015 لما جمعنا شباب وصبايا من باب التباني وجبل محسن وقدمنا عمل مسرحي سميناه حب وحرب على السطح. وضع بيروت منه كتير أبعد من وضع بطرابلس، يمكن فوق في سلاح تحت ما في سلاح، فشفنا أنه لا لازم نقدم عمل مسرحي يحكي الأشياء مثل ما هي. So we're very proud to support this project that the March NGO is setting up here in Hona Beirut. It's a second cultural cafe that they are doing with our support. مسرحية هنا بيروت اللي هي طورت أصبحت هلأ كافتيريا. أنا بتذكر طبعا اللحظات الأولى تعاوني مع الشباب، فاستطعنا نوصل إحنا وياهم لصيغة إنه هن إلى حد ما لبنانيين بيروتيين، ما في فرق بين مقبرة الشهداء وروضة الشهيدين. هذه النظرة المتخلفة للمختلف بنقصها لقاء، ومارش عم بتأمن هذا اللقاء على طول. بعد ما فتنا بالجمعية تعرفنا انه كل هالشيء كان كله بس وهم، ما كان في شيء حقيقه منه، انه واحد بروح على طريق جديد بياكل قتله وبينزل على خندق الغميق، كله كان كذب.